أهلا بكم من جديد في مدار الغد. لأول مرة يصبح مشهد الحرب في أوكرانيا بحاجة إلى الفهم واستشراف المستقبل. فمنذ اندلاع القتال قبل 18 شهراً كانت قوات فاغنر دائماً جزءاً أساسياً من معادلة القتال وعنصراً حاضراً في أي انتصار، ولكن الآن لم يعد من الواضح كيف سيكون ميزان الحرب بدون قوات فاغنر. والرئيس بوتين قدم بالفعل بعض الوعود والضمانات، فالبعض من أعضاء فاغنر سيوقعون على عقود مع وزارة الدفاع أو كيانات أخرى، والبعض الآخر قد يعودون إلى ديارهم، والبعض سوف يذهب إلى بيلاروسيا. وكما تعلمون فإن الرئيس الروسي يحافظ دائما على كلمته سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية. ينضم إلينا ضيوفنا من ولاية مين الأمريكية إيريك روخو العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي. أهلا بك سيادة العقيد. من موسكو نرحب بكيريل سيميونوف الخبير في المجلس الروسي للعلاقات الخارجية، ومن كييف أوليكسي ميلنيك نائب وزير الدفاع الأوكراني سابقا. أهلا بكم ضيوفنا جميعا على شاشة الغد في مدار الغد. أبدأ معك سيد أوليسكي، عفوا سيد أوليسكي من كييف. الرئيس الروسي قال إن أوكرانيا كان بإمكانها أن تستغل الوضع الحالي في المعركة الجارية بأوكرانيا، فهل فشلت كييف فعلا في استغلال الوضع؟ لا، على الحقيقة أوكرانيا لم تفشل، بل أوكرانيا كانت تتابع كثب الذي يحدث على الأرض والذي يحدث في روسيا، ولكن هذا الوقت كان قصير جدا، فالتمرد كان قصيرا، مجرد 24 ساعة ثم بعد ذلك انتهى الأمر. فكيف كانت أوكرانيا تستخدم ذلك وتستغل ذلك؟ وبالنسبة لوسائل الإعلام الغربية فقد هولت الأمر منذ بدايته وحاولت أن تزيد وتصعد من الأمر، ولكنه انتهى بين عشية وضحاها. طيب، نذهب إلى ضيفنا في موسكو سيد سيميونوف الخبير في المجلس الروسي للعلاقات الخارجية. هل صحيح أن كييف حاولت إحداث ولو ثغرة في دفاعات روسيا خلال هذا التمرد وفشلت؟ بالفعل كانت هناك محاولات لكييف بإحداث ثغرات في الدفاعات الروسية في زاباروجيا وغيرها، وكان هناك محاولات لاستغلال هذا الحدث وفيما ما نسميه الهجوم المضاد، وحاولوا استخدام أو الاستفادة من هذا الأمر وهذه الأحداث، و قاموا بعدد محاولات كبيرة للهجوم المضاد، ولكنهم لم يستطيعوا أو لم ينتهوا من هذا الأمر بنجاح. إن القوات المسلحة الروسية استطاعت أن تقود كل الهجمات الأوكرانية وكل الأنظمة المختلفة. القوات المسلحة استمروا في تنفيذ المهام القتالية المكلة إليهم، ولم تستطع فاغنر القيام بهذا التمرد والوصول به إلى مرحلة النجاح، ولذلك لم يؤدي هذا الأمر إلى أي إضعاف للقوات الروسية المقاتلة على الجبهة، ولم تستطع إضعاف القتال الروسي أو المقاومة الروسية، ولذلك فكان هناك محاولة لإحداث هذه الثغرات ولكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك. سيد إيريك روخو سيادة العقيد من ولاية مين الأمريكية، حسب التحقيقات الروسية وتصريحات لمسؤولين روس أكدوا ضلوع الاستخبارات أو استخبارات غربية في محاولة الانقلاب والتمرد التي أحدثتها مجموعة فاغنر وقائدها بريغوجين. ما حقيقة ذلك؟ وهل ممكن فعلا أن تقوم الاستخبارات الغربية ذلك في إطار الحرب التي هي بين الغرب وروسيا؟ هل من الممكن استخدام مجموعة عسكرية خاصة كفاغنر في ضرب الداخل الروسي؟
لا بالفعل لا، لأن الأمر أمر روسي داخلي، وأمريكا لم تتدخل في ذلك. ولقد وجدنا أنه في روسيا في سنوات ماضية، والتاريخ يشهد، ففي سبعينات القرن الماضي حدث شيء مشابه لذلك، و كان هناك مجموعة أرادت أن تستقل وتحاول أن تؤثر على البرلمان الروسي بشكل أو بآخر، وأن تفكك الحكومة الروسية. وتم اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل كما يحدث الآن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة كل البعد عن ذلك. وعندما وضح ذلك للعيان كان الأمر واضحا، أن هذا يعتبر أمرا داخليا روسيا. سيد سيميونوف من موسكو، قائد فاغنر سبق وقال إن الجيش الروسي عانى من إخفاقات كبيرة في الأسابيع الأولى للحرب، وهو ما استدعى تدخل قواتها. الآن رحلت فاغنر، ولكن هل بقت أخطاء الجيش كما هي عليه أو كما رآها على الأقل بريغوجين؟ في المرحلة الأولى كان هناك مهام محددة للقوات الروسية، ولكن ما قام به السيد بريغوجين من محاولة للتمرد المسلح، هو كان يعتقد أن روسيا لا يمكن أن تستمر في الحرب بدون دعم من هذه القوات الخاصة، ولذلك فقد وجد دافعا ومحفزا له من أجل المشاركة في هذه المعارك. كانت هناك بالفعل تواجد للقوات فاغنر في المعسكر العسكري أو على جبهة القتال، ولكن أن يصل إلى استنتاج أن القوات المسلحة الروسية لا يمكن أن تستغني عن دعم هذه القوات المسلحة، هذا أمر خاطئ، وهو أخطأ في حساباته، وأخطأ في أنه يمكن أن يعول على أن روسيا لا يمكن أن تستغني عن خدماته، وأنها ستكون دائما بحاجة إليه. سيد أوليسكي، ما الذي كانت تمثله مجموعة فاغنر في الحرب للجيش الأوكراني، وماذا إن غابت الآن عن الساحة؟ في الحقيقة أن مجموعة الفاغنر استخدمت كل ما لديها من قوة حتى تحارب ضد أوكرانيا، وكان ذلك منذ 2014، وهي تستخدم كل ما لديها من قوة تحت سيطرة روسيا. والرئيس بوتين قد تحدث اليوم وقال أن هذه الشركة كانت تستمد مواردها المالية من قبل روسيا في حدود مليار دولار، تم إمدادها من قبل الدولة الروسية. فبالنسبة لمجموعة فاغنر فهي من إنشاء وتكوين الدولة الروسية، ولكن في هذا الوقت قد قامت بهذا التمرد، والذي يدل على أن هناك تغير شكل ما في علاقاتها بذلك بروسيا. ولا ننسى أيضا أن هناك الكثير من المسجونين الذين تم إطلاق سراحهم وإلحاقهم بهذه المجموعة، ومنذ شهر
وجدنا أن هناك بعض الجنود الذين تركوا الجبهات تمردا على الدولة الروسية والجيش الروسي، ولكن دعيني أقول أنني لا أعتقد أن انسحاب فاغنر سوف يؤثر بشكل أو بآخر على جبهات القتال، لأن الجيش الروسي يحكم قبضته ويحكم دفاعاته ولن يسمح بثغرات، وهو لا يعتمد على فاغنر بشكل كامل. لذلك فنحن نعتقد أننا في هذه اللحظة الجيش الروسي يعتمد على نفسه بشكل أكثر. طيب نذهب إلى سيد إيريك روخو. سيد إيريك روخو، ما الذي يعنيه ابتعاد فاغنر هذا إذا غابت فاغنر عن هذه المعركة الروسية الأوكرانية؟ وهل تتفقون مع طرح آخر الذي يقول أن فاغنر تغير من تموقعها في هذا الحرب بحيث تكون من ناحية بيلاروسيا التي لا تبعد الكثير عن كييف؟ بيلاروسيا، حسنا، الموقف بالنسبة لمجموعة فاغنر هو موقف يحتاج إلى الدراسة وهو غريب بشكل كبير، فلا نستطيع أن نتكهن الذي حدث في الحقيقة. الرئيس بوتين قد قال أن روسيا قد دعمت من قبل هذه الجماعة، جماعة فاغنر، وأيضا قد أخرجوا الكثير من السجون حتى يكونوا جزءا من هذه المجموعة. هذا يثير أسئلة عديدة، فإذا كانت هذه المجموعة ستذهب إلى مكان آخر، هل ستكون تهديدا على هذا المكان أو على الأماكن المجاورة لها؟ هل تريد أن تعيد أوراقها؟ إنهم ما زالوا مسلحين، هذا يثير الشك. لا نستطيع أن نقول أنهم قد تفككوا بالكلية، فلماذا لديهم الأسلحة إلى الآن؟ السيد ضيفي من موسكو سيميو نوف، ما مصير قوة فاغنر الآن؟ هل إعادة تمحور أو تموقع لها، أم ستبتعد عن المشهد نهائيا؟ وماذا عن مصير بقائها في مناطق أخرى تهتم لها روسيا في أفريقيا والشرق الأوسط؟ إن الأمر يتعلق بأسباب هذا الانقلاب المسلح. إن فاغنر قد فقد كل ثقة من جانب وزارة الدفاع الروسية، سيجب عليهم أن يجروا تعاقدات جديدة مع وزارة الدفاع، ولكن لن تكون هناك أي نية لإجراء هذه التعاقدات. هذا الأمر هو ما أثار هذا الانقلاب. أعتقد أن بريغوجين عندما وجد أنه سيكون بعيدا عن الساحة فإنه قد قام بهذا الأمر وانتقل إلى بيلاروسيا، وكل القوات الأخرى من فاغنر أيضا ستقوم بالانضمام إلى القوات النظامية في روسيا المتحدة، ولن يكون هناك أي إثارة للقلاقل من جانب فاغنر في المناطق التي ذهب إليها. إن فاغنر ستصبح سواء اليوم أو غدا ستصبح جزءا من القوات النظامية الروسية، وسيقوم المسلحون من هذه المجموعة بالتعاقد مع الجيش الروسي وسيكونون جزءا من الجيش الروسي. لكن سيد سيميونوف، السهولة، نعم، السهولة المريبة التي تم بها هذا التمرد وبدون سبب مفهوم، نعلم جيدا أنها يعني كما قال الرئيس الروسي أنها كانت تحصل على مليار دولار فقط كصيانة خلال عام واحد، يعني كانت مرفهة هذه المجموعة.
السهولة التي تم بها هذا التمرد وسهولة إنهائه ثم سهولة اتفاق على الخروج إلى بيلاروسيا أو إلى مكان آخر لا نعلم، هل يعني أننا أمام مناورة حرب للتغطية على تحرك فاغنر إلى بيلاروسيا كجبهة انطلاق جديدة مثلا؟ ده سيد سيميونوف. نعم، كما قلت أنه لا 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 يوجد أي أدلة على تحرك قوات فاغنر إلى بيلاروسيا أو أن هذا جبهة انطلاق جديدة. هو المكان الذي اختاره بريغوجين، ولن يكون هناك نقطة انطلاق أو جبهة انطلاق جديدة في بيلاروسيا. كل القوات التي تعمل مع فاغنر ستعمل في إطار وزارة الدفاع الروسية والقوات النظامية في روسيا. أما فيما يتعلق بأننا أنهم سيقومون بعمل عمليات عسكرية انطلاقا من أراضي بيلاروسيا، أعتقد أن هذا الأمر مستبعد تماما، وليس هناك حاجة للقوات الروسية أو الجيش الروسي للقيام بهذا الأمر. هناك الآن تنسيق كبير مع بيلاروسيا، هو داعم رئيسي لروسيا في هذه الحرب، ولكن لا يوجد أي مكان للشائعات بأن سيكون هناك جبهة انطلاق جديدة في بيلاروسيا. أعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه ولا يمكن تصديقه في الوقت الحالي، لأن بيلاروسيا بالفعل لديها الآن بعض الأماكن التي تتمركز بها القوات الروسية، ولكن لن يكون هناك أي نية لجعل بيلاروسيا جبهة انطلاق جديدة أو جبهة أو ساحة للمعارك من جانب فاغنر. إن الحديث الآن يدور على أن القوات الخاصة بفاغنر ستقوم بالتعاقد مع الجيش الروسي وستصبح جزءا من الجيش الروسي، ومن لن يريد التعاقد مع الجيش الروسي يمكن أن يعودوا إلى موطنهم وإلى أماكنهم دون أن يمسهم أحد. سيد أوليسكي، هل يجب أن تقلق كييف في حال اتجهت قوات فاغنر إلى بيلاروسيا؟ في الحقيقة إن هذا يعتبر تهديدا، ولكن هذا التهديد ليس فقط لكييف، ولكن إن قوات فاغنر كانت تقاتل في أوكرانيا نفسها، ولذلك فكان على كييف أن تقاومها في محل دارها، والآن هي تحارب من خارج، إذا كانت ستحارب من خارج أوكرانيا، ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يعتبر تهديدا قويا على أوكرانيا، ولكن يعتبر تهديدا على دول أخرى. على وبالمناسبة فإن رئيس بولندا قد صرح بأن هناك احتمالية أن يشارك الرئيس البيلاروسي بالتعاون مع فاغنر في بعض العمليات للدول الشقيقة والمجاورة، وهذا يعتبر تهديدا ليس فقط على أوكرانيا ولكن على الدول المجاورة. آخر سؤال للسيد إيريك روخو، قبل قليل واشنطن قالت أنها ستتخذ إجراءات ضد فاغنر في إفريقيا، هل نتحدث هنا عن فاغنر التي ربما سيتم دمجها في الجيش النظامي الروسي، أم تتخذ إجراءات ضد شركة مستقلة عسكرية مستقلة؟ حسنا،
إذا اعتمدنا على ما قاله السيد بوتين وعلى اتهامه لفاغنر على أنها مجموعة قد قامت بعصيان مدني وكان لها الكثير من الأعمال في إفريقيا وفي أوكرانيا كما تفضلت بذلك، ونحن نقول باللغة الإنجليزية أن ذلك يعتبر انحدارا لأن روسيا كانت تعتمد عليها في الماضي والآن تتهمها بالخيانة، وهذا الضعف الذي وجدناه في الرئيس بوتين وقراره الذي قد اتخذه من قبل لحرب أوكرانيا، والكل كان يتوقع أنها ستكون حربا سهلة، واتضح أن قوته ليست كما كانت متوقعة، وأيضا اتضح قلة القدرة التي للقوات الروسية في تحقيق أهدافها. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، كنت معنا من ولاية مين الأمريكية إيريك روخو، وأشكر أيضا السيد كيريل سيميونوف الخبير في المجلس الروسي للعلاقات الخارجية، كنت معنا من موسكو، وأشكر أيضا من كييف كان معنا ضيفنا أوليسكي مينيك نائب وزير الدفاع الأوكراني سابقا، أشكرك جزيل الشكر سيادة الوزير. انتهت حلقة اليوم من مدار الغد، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.